قناة المسلم أخو المسلم الدعوية، بوابتك للعلم النافع. وقال عليه الصلاة والسلام: ورغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. وذلك كان ابن عون رحمه الله الإمام إذا دخل رمضان أتى برمل فألقاه في المسجد. لماذا؟ لأن مساجدهم كانت من الحصباء، حجارة صغيرة، والحجارة الصغيرة إذا طال المكث عليها آذت، فيأتي بالرمل الناعم فيلقيه في المسجد يجلس عليه. أتى برمل فألقاه في المسجد ثم يقول لبنيه: ماذا تبغون بعد رمضان؟ وكان لا ينام. ماذا تريد أن تدرك بعد إدراك رمضان؟ الخير فيه جمع. وذلك تعرف حرص السلف في هذا الدعاء العظيم: اللهم سلمنا إلى رمضان. كم من الناس أدركوا رمضان سابق وهم الآن قد رهنوا بأعمالهم. جزى الله معالي الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.